امتى عمرو مصطفى يعتبر المطرب فنان؟ المطرب فقط. المطرب اللي بيلحن فنان. واللي ما بيلحنش؟ ما اعتقدش. يعني عبد الحليم ما كانش بيلحن. ما اعرفش، ما اقدرش احكم على عبد الحليم، لان عبد الحليم حاله خاصه، وكان بيعزف على وكان احساسه مختلف وكان ليه احساس، بس اعتقد ان في ناس كتيره ساعدته وجيش كبير ساعده. هو يعني كان بيعترف بالجيش ده، كان ايوه، بيعترف بيه وكان بس بيكبره وكان بي في حاله فنيه. مدحت صالح، لكن اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني لو انا قلنا بحاول النهارده اجيب اصوات، يعني لا يعني انا اسمح لي يا عمرو، انا هحط الاجابه دي بين قوسين، هي خاصه بيك انت، هي حاله خاصه بالظبط. بيك انت، يعني لكن انا خليها ليا انا. في وجودي هنا بشوف انه كتير قوي من مطربينا اسماء كبيره فنانين من الدرجه الاولى، يا الحس، فندم الاداء، يا فندم، الصوت. الحس والاداء، انا بعتبر بقول لحضرتك على في فرق بين فنان شامل وما بين مؤدي. في فرق بين ان انا اكون بمتلك ادواتي اللي اقدر احارب بيها، مش محتاج لحد، عندي اكتفاء ذاتي، ايوه بس وفي مش فرق. كل المطربين يبقوا ملحنين، ما هو مش مش كلهم، مش على مشكلة، فكرة ومش انت وعلى دارس فكرة وفنان لا وشاطر انا مش دارس، لا انا مش دارس، انا في كلية حقوق جامعة القاهرة لغاية دلوقتي ما اتخرجتش. انا مش دي هنبقى نناقشها لما تبقى تجيلنا. بس انا مش دارس موسيقى، انا مش دارس موسيقى. انا لحنت على فكرة، انا لحنت للأتراك، لحنت للأسبان، لحنت للهنود، لحنت لأرمينيا، لحنت الفرنسويين، لحنت ناس كتيرة جدا في العالم. هيزعلوا، يعني هيزعلوا لان هم بيبذلوا المجهود الكبير ده، يعني كتير انا مش من عايز ازعل حد، انا بتكلم عن عمرو على انت فكرة. بتتكلم انا عن مش عمرو بالظبط، انا انا مش انا فاهمه. ما بتكلمش انا ما بتكلمش على انا بتكلم عن وجهة نظري في عمرو. عمرو ليه مش هتاخد لحن من حد؟ عمرو بيرد بيقول عشان انا من وجهة نظري بعتبر ان اللي بيأدي اللحن ده مش فنان متكامل. انا احب ان انا اكون انا اللي بعمل اغاني، انا اللي بلحنها، انا اللي بتدخل في التوزيع بتاعها، لسبب ان انا في الاخر يوم ما البروجكت ده هينجح، النجاح ده هيتنسب لي. طبعا فما يتنسب لي النجاح ده اكون انا قادر، يعني استحق. لكن في الاخر اما اجيب ملحن يلحن لي واجيب شاعر جامد يعمل لي اغنيه، بعد كده في الاخر ما اذكرش اساميهم مثلا، او ما اقولش اساميهم واطلع اقول اساميهم واطلع اقول الناس دي عملت. يعني حضرتك لما كلمتيني دلوقتي قلت لك مصطفى نصر، ليه قلت مصطفى نصر؟ لانه شريك نجاح، طبعا. لان هو الحاجه الوحيده اللي انا مش عاملها. بص يا عمرو، انت واضح ان انت عندك حاجات كده، عارف اللي هي الكلمه العربيه في جعبتك، فالجعبه عندك مليانه حاجات من المشوار في مبادئ، في كانت مبادئ، وفي مضايقاك مش بتضايقك. وفي مش وفي مشوار 25 سنة، طبعا 25 طبعا. سنة بلحن العالم كله، ما لحنتش في مصر بس. وكل وبص أنا لحنت الراشد الماجد، أنا أكتر شخص في الدنيا يحبك، عملت ملايين طبعا وعملت له لو كان بخاطري أنا. طبعا. لحنت حسين الجسمي بشرة خير، كفايه رقم بشرة خير واحد في علينا دي، حياتي. بس كانت قد ايه جميله. لحنت الناس كتيرة جدا وأسماء كبيرة جدا. طب الاسماء اللي انت قلتها دي اللي هم مطربين صوت ذهب، فنانين وحساسين، ما نقدرش طبعا ننكر ان هم مطربين فنانين. ما انا قلت لحضرتك بقى ان انا القصه كلها في عمرو مصطفى، مش ده قاعده عامه للناس، انا بتكلم عن عمرو. حضرتك خلاص مش هاخد لحن من حد عشان انا بعتبر اتفقنا، اللي يعني بياخد لحن انا مش فنان. دلوقتي هرجع الكلمه بانه عمرو مصطفى لن يغني الا من الحانه فقط بالظبط لا غير. طيب بالظبط. ايه اللي انت عايز تقوله لي قبل ما الزوم يخلص كده؟ قول لي حاجه حلوه، قول لي، غني لي حاجه اقول بقى، لك بما ان انت واضح وصريح وعفوي، فعايزين شويه عفويه كده في الزوم. نغني نقول ايه؟ لمستك نسيت الحياه وانت اللي ولا اغني لك بالجيتار؟ اجيب لك الجيتار يا استنى. ريت يا ريت، يلا. لا جيتار ده، لا اجيب لك جيتار يعني اغني احنا بالجيتار. برضو نعمل معاك شوية عفوية حقيقية كده بدون ترتيب. ايوه طبعا الترتيب ده يا فندم الناس ما بتصدقوش دلوقتي، الجيل الجاي الجديد كله ما بيصدقش اي حد بيمثل عليه. ايوه، الناس خلاص، لانه الحقيقة بقت هي اهم الجيل حاجة. الجديد ده فظيع. طيب ماشي، غني لنا. قال لك اللي شايفه حلم او خيال،
نغني اغنيه لمصر؟ يا ريت، هو في احلى من مصر نغني له؟ انا عايز بس اشوف بس الكوردات بس بتاعتها. عايزين نلحق ناخدك في الزوم. طبعا مش هعرف اظبطها دلوقتي. اغني اللي انت عايزه، احنا فاضل لنا يعني وقت قليل قوي، نسمع بس حاجه منك حلوه يعني لحد ما ننفذ وعودنا، ندخل مصنع الموسيقى وانت تنورنا هنا نختبر الاورجانيك سوا. هنسيبه يقول ويفكر في زمان ويقول انه ندمان، هو بقى يسمع وهو يقول واحنا نسيبه يقول اللي هو عايزه. الفنان والمطرب والملحن عمرو مصطفى، انا سعيده بهذه الحاله الشبابيه اللي فيها كلها انتعاش، وفي انتظار ان احنا نطبق كل اللي قلته وتنورنا ونعمل حاله حلوه. انا بتفق معاك، والايام دي الناس بجد محتاجه تسمع موسيقى، محتاجه تسمع بالظبط، وبلدنا حلوه ومحتاجين كده نعيش فيها تجاربنا الحلوه. بشكرك جدا يا عمرو.